نتائج الانتخابات التركية قد تتوضح في مدينة إزمير من الصور واللافتات المنتشرة من على الطريق الواصل بين المطار إلى وسط المدينة، حيث يوجد آلاف الصور واللافتات التي تعود للمرشحين في الانتخابات المقبلة. معظم هذه الصور عمليا تعود لمرشح أحزاب المعارضة كمال أوغلو، بينما تتراجع صور ولافتات تخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لهذه المدينة، لسكان هذه المدينة حوالي 26 مقعدا في البرلمان التركي، نصفهم يعود عمليا لحزب الشعب الجمهوري. يحق لثلاثة ملايين مواطن في هذه المدينة تقريبا التصويت خلال الانتخابات المقبلة. بطبيعة الحال هم يؤيدون منذ العام 2002 الأحزاب العلمانية، ويبتعدون نوعا ما عن حزب العدالة والتنمية باعتبار أنهم يرون بأنفسهم أكثر انفتاحا من السياسات التي يتبناها الحزب. في العام 2019 في الانتخابات البلدية فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري على منافسه من حزب العدالة والتنمية بأكثر من نصف مليون شخص، وهو ما يعطي عمليا صورة توضح ميول سكان هذه المدينة نحو الأحزاب العلمانية أو مرشح المعارضة. لذلك كان هنالك زيارة قبل أسبوعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرغم من الحديث عن وعكة صحية ألمت به، في محاولة لجذب المزيد من أصوات الناخبين في هذه المدينة، خاصة وأنه يرى فيها معضلة في محاولة لكسب الانتخابات المقبلة التي يقول كثير من المراقبين بأنها عمليا انتخابات صعبة يعيشها الرئيس التركي منذ بداية وجوده في الحكم منذ العام 2003.